بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أيا كانت نتائج نهضة بركان في المغرب بتختلف، لأنه اللعب قدام النادي الأهلي دي ما بتتكررش كتير بالظبط، وبالتالي لما تشوف التصريحات بتاعة رئيس النادي أو الناس الموجودين هناك بيقول إن دي حاجة ما بتتكررش، وإن إحنا لازم نشرف الكرة المغربية زي ما شفنا سان داونز في أدائه قدام النادي الأهلي، كان بيتابع ماتشات النادي الأهلي وعارف إن لعيبة النادي الأهلي مرهقة إرهاق غير طبيعي. هم برضو متابعين وإحنا برضو متابعين نهضة بركان، وبالتالي المباراة هتبقى مباراة مهمة جدا بالنسبة للفريقين، اللي هيحددها واللي هيفوز بنتيجتها اللي هيستعد استعداد النفسي والبدني بشكل أكتر من علمي، وفي تغذية في نوم في راحة في استشفاء في قراية مباراة. شفنا برضو سان داونز كان مركز جدا على الجبهة اليمين بتاعتنا، محمد هاني وقفشة، فالجبهة دي لو تلاحظ يا كريم كل الهجمات كانت صحيح، مفيش خالص من ناحية أيمن أشرف صح، فهو قاري إن الحتة دي هيبقى فيها اللي بيدافع من مع هاني الدفاع بتاعه هيبقى أقل شوية، وبالتالي كل الهجمات كانت يا إما من هنا يا إما من العمق. برضو نهضة بركان عنده سلبيات كتيرة، أو زي ما قالت نهواند دي أول مرة بيسعى للبطولة، إحنا بقالنا 7 سنين عايزين البطولة ديت. ما فيش شك إن النادي الأهلي لما بيروح قطر النهاردة ويبقى فيه جماهير والاستقبال في المطار إحنا يعني حاجة تحرك الحجر، في 5000 في المدرجات، في 5000 في المدرج، واعتقد يعني هم طبعا بيبقوا يعني عاملينها بالورقه والقلم، يعني 5000 يعني 5000 مش زي 30% النسبه، مش زي حته ثانيه يعني يعني التذكره بتبقى معروفه يعني، انما ال 5000 دول معظمهم هيبقى طبعا اكيد من النادي الاهلي. اللي انا بتمناه انه يعني الفتره ديت يبقى في عمليه الاستشفاء، وعمليه ان انا اللعيبه اللي هي مجهده ادي لهم يومين، واكيد موسيماني بيعمل كده، يبقى في عمليه استشفاء قويه جدا، اللعيبه المجهده زي ديانج وزي عمرو السوليه وزي بدر وزي ايمن اشرف، الولاد دول عايزين يومين انا في رايي ما يشوفوش كوره، يعني اتفرجوا على تنس، يلعبوا سباحه، يعملوا اي حاجه، بس ده الدفاع بتاعنا. ما الجسم علشان يبقى فيه طاقه، الطاقه دي تسترجع لابد يبقى فيه راحة مخزون طبعا، المخزون الطاقة ده بيطلع، وبرضه في عملية التغذية برضه أكيد في مراعاة ليها، لأن عملية التغذية بتبقى مهمة جدا، برضه يبقى فيه يعني الدكتور بتاع التغذية بس يعني إيه يسهل معاهم شوية، لأن فعلا الولاد والله يا نهواند كريم أنا مشفق على الولاد دول 4 سنين مفيش راحة. لو حضرتك بتقول كلمة يعني أو مصطلح استشفاء أنا عمال أفكر ما حصلش قوي الفترة الأخيرة، ما لحقوش يعملوا ده. يعمل يعني إمتى؟ أنا بنتكلم من ماتش لماتش، من بطولة لبطولة، محليا وقاريا. 4 سنين، وبعدين أنت أكبر عدد من فريق النادي الأهلي بيروح المنتخب، فحتى الفترة اللي بيبقى فيها راحة بالنسبة لكل الأندية بيبقى عندهم شغل مع المنتخب، بيبقى عنده يا إما أولمبي يا إما عنده منتخب مصر. وطبعا برضه كنت مع حضراتكم قبل كده وقلنا انه لما انت تيجي من بطوله افريقيا وكان المنافس بتاعك كان ماتش قوي جدا، وده انت بتدي اقصى عطاء ممكن، يعني مش عايز اقول حمل، يعني الحمل ده جماعه بتوع التربيه الرياضيه فهموه، لكن اقصى طاقه انا باديها في ماتش، ثم اروح على بلعب بايرن ميونخ وبلعب بطل الدخيل بطل قطر، ده ماتش مهم جدا بيلعب في ملعبه وجايب لعيبه 27 مليون البطوله هي الاهم، كاس عالم للانديه، فتخيل انت بتطلع قمه 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 في فتره قليله جدا، وبعدين انت لما بتيجي 10 ماتشات دوري اطلع غزل المحله، ارجع من غزل المحله على اسكندريه، اطلع هنا اطلع هنا، يعني ضغط غير عادي، ضغط غير طبيعي. فاعتقد ان موسيماني في الفتره ديت هيبقى فيه عملية استشفاء بالنسبة للولاد اللي هم مجهدين، إلى جانب قراية نهضة بركان، ومفيش شك وبقول الكلام ده لجمهورنا العظيم من خلالكم، الإنجاز اللي حصل إن أنت بتطلع أقوى فرقة في أفريقيا حاليا سان داونز، أنت بتخرجها في ملعبها وهم مش مجهدين زينا،
وانجاز ما بعده انجاز ان انت فرقه تقيله زي دي، ده نهائي انا بعتبره نهائي مبكر.